أهلا بكم في هذه المقدمة التعريفية التي سوف نخصصها للتعريف عن الكورس الجديد الذي نسعى إلى إنشائه وإنجازه. هذا الكورس سوف يكون مخصص لتعليم واحتراف لغة البرمجة النصية الجافا سكريبت، فهو Advanced Course يتناول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه اللغة وموجه لأولئك الذين يسعون لاحتراف لغة البرمجة النصية الجافا سكريبت. فالجافا سكريبت كما نعلم هي لغة برمجة وظيفية، أي تعتمد على التفاعل ما بين المستخدم والآلة بناء على معطيات معينة ومعالجة محددة، ثم اللغة تقوم بعرض الخرج المناسب بناء على ذلك، وهي مستخدمة في تطوير صفحات الويب. هي فرونت إند، فلا تحتاج إلى بيئة معينة للمعالجة، وإنما تحتاج إلى متصفح لعرض النتائج الخاصة بها. لننتقل الآن إلى جدول أعمال هذه الدورة ونرى ما هي المواضيع وما هي الأمور التي سوف يتم مناقشتها خلال هذا الكورس. أولاً سوف نقوم بمقدمة تعريفية في هذه المحاضرة كما نرى. بعدها سوف نتكلم على الأنماط المختلفة في الجافا سكريبت، سواء كانت Primitive أو Reference، وكيفية التعامل مع كل منها. ثم سوف نتكلم عن التوابع Functions وهذه الدالة كيفية إنجازها وعملها في الجافا سكريبت. وأيضاً سوف نتكلم عن إنشاء Object والتحكم به وكيفية التعديل عليه. وسوف نتطرق أيضاً إلى مفهوم يسمى الـ ECMA Script 6 أو اختصاراً ES6، وهذا المفهوم توافقت عليه الجافا سكريبت، وذلك كما نعلم بما أنها فرونت إند وتعتمد على المتصفحات، فمن المهم أن تكون متوافقة مع جميع المتصفحات. لذلك هذا المفهوم وهذه البيئة تتيح للجافا سكريبت هذه الخاصية، وبالمقابل تقوم الـ ES6 لتزويد الجافا سكريبت بعدة فيتشرات سوف نتكلم عنها. وبعدها سوف ننتقل إلى أنماط مختلفة ومتطورة من التوابع والدالات، منها التوابع السهمية arrow functions وغيرها من التوابع التي يمكن إنشائها وتعريفها، وذلك حسب الغرض الذي أريد إنشاء الفانكشن من أجله. ومن ثم سوف نتكلم عن البروتوتايبس المختلفة لهذه التوابع. سوف نتكلم عن الكلاسز والإنهريتنس، وهما مفهومان عميقان في البرمجة سواء في الجافا سكريبت أو على الصعيد العام. لذلك سوف نقوم بالاهتمام بهذان المفهومان بشكل كبير ونخصص الكثير من الدروس لإتقانها وفهمها بشكل كامل. وبالمقابل سوف نقوم أيضا بإنشاء دورة مستقلة في المستقبل لشرح هذه المفاهيم البرمجية بغض النظر عن لغة البرمجة التي أود تطبيقها فيها. وأيضاً سوف نتكلم عن الباترنز والتصاميم والنماذج المختلفة التي أستطيع إنشائها في الجافا سكريبت. بعدها سوف نتحدث عن البروميسز، والبروميسز هي توابع خاصة لها أثر في المستقبل وتوصف بأنها متزامنة synchronize. سوف نرى آلية عملها والقيمة المضافة التي تضفيها إلى الكود الخاص بي. وأيضاً سوف نتكلم عن مفهوم المودولز والمكتبات التي أستطيع تضمينها واستخدامها في الجافا سكريبت، وغيرها الكثير الكثير من هذه الفيتشرات وهذه الميزات التي أستطيع تطبيقها واستخدامها في الجافا سكريبت لاحترافها والاستخدام الأمثل لهذه المكونات. وأخيرا سوف نقوم بخاتمة بسيطة للتحدث عن ما تعلمناه وكيفية توظيف هذه الخدمات وما هي الخطوات المستقبلية لكي تتكامل إلى مستوى أرقى وأفضل. هذا بالمختصر مجمل المواضيع في جدول أعمال هذه الدورة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في الدرس الأول من هذه الدورة الممتعة والشيقة والاحترافية. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس الأول. سلام.